دي مهارات الأهداف. نشوف مهارات التحليل رفقة الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي عوض العبيد. صباحا، كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحمد لله، ومرحب بكم ومرحب بالمشاهدين. إن شاء الله نستطيع أن نقدم ما يجب. إن شاء الله. كيف اليوم الأجواء بالنسبة لك مع المطر ده؟ شايفاك بتكلم عن المطر. والله طبعا واحدة من الـ يعني من الـ المشاكل الموجودة إنه يعني نحن صراحة عندنا ما عندنا بنية تحتية تستقبل المطلوبة. في مشكلة في المصارف يعني. نعم، والله حاليا ما في بيئة نفسية. أها. بنية تحتية. كيف مع الأمطار؟ والله الملاعب طبعا بالذات في السودان في مشكلة كبيرة، في المصيبة الكبيرة في الملاعب، لأنه دائما ملاعب أرضية تصريف جيد، ودائما مع الأمطار المياه بتكون غامرة للميادين فترات طويلة، يكون في مشكلة في التصريف، ف يعني نضطر اللجان تعدل وتغير في المباريات وتأجل وندخل في ربكة البرمجة ومسألة التجارات المتكررة اللي واحدة أسي الآن من مشاكلنا نحن في السودان، أو واحدة من مشاكل الأندية السودانية الآن اللي بيشارك الآن المريخ والأهلي شندي و الخرطوم الوطني، مسألة الإعداد، لأنه كان في ربكة كبيرة جدا صح. في الموسم الماضي، وكان في تأجيلات كثيرة جدا، جزء منها الأمطار، جزء منها لجنة البرمجة، جزء منها يعني في الملاعب، لكن احنا الحاجه دي ما عندنا. طيب يا عوض، نمشي طوالي لانه المشهد السوداني مليء بالاحداث، كثير جدا من المباريات سواء كان في الدوري المحلي من يتم الاستعداد للافصاع عن نتيجه الدوري الممتاز، او المشاركات الخارجيه في الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. لو تكلمنا عن المريخ، رغم الازمات اللي مرت بنادي المريخ، لكن هو الان زائر لمقابله الشبيبه القبائل الجزائري، هذا معسكر جيد جدا واستعد استعداد كبير، لكن قد يكون المريخ الشيء الغالب عنه الجانب النفسي، وهو يغادر على دفعتين، نتكلم عن الجانب ده. نعم طبعا، الدفعة الأولى من اللاعبين غادرت فجر اليوم إلى الجزائر. المتوقع أنها تصل يمكن في الثالثة ظهرا، لأنه بتغادر عبر الخطوط التركية. يعني يكون في انتظار في أحد المطارات التركية، ومن ثم بتغادر. عدم وجود حجوزات كافيه، البعثه طبعا فيها 30 شخص. ففي الفتره الاخيره طبعا في الازمات معروفه، الازمه السياسيه والاقتصاديه معروفه لدى الجميع، وكان حتى في ربكه في مساله الخطوط الطيران، فهذه خلقت مشكله، خلت مجلس الاداره انه ما يستطيع انه يوفر 30 تذكره في طائره واحده، فاضطر مجلس الاداره انه يعني يقوم يحجز للدفعه على يعني للبعثه على دفعتين. الدفعة الثانية غادرت فجر اليوم، اتصل الجزائر الساعة 3، الدفعة الثانية برضه حتغادر يمكن في ساعة متأخرة من مساء اليوم إلى الجزائر على أساس إنه تكتمل البعثة. طبعا البعثة سبق عضو مجلس الإدارة علي أسد، وكان من المفترض إنه يترأس الأستاذ صادق ماديبو أمين المال، ولكن الحجوزات أيضا تسببت في إنه ما هي غادر، حيكتفي بانه يترأس البعثه الاسد موجود ايام في الجزائر، وهو كان وفد مقدمه للبعثه طبعا، قام بتوفير كل المتطلبات يعني من حجز للفندق، يمكن فندق في الجزائر العاصمه. طبعا المنطقه اللي حتؤدى فيها المباراه هي منطقة بجاية، تبعد يمكن زي 235 كيلو من الجزائر العاصمه. الدفعة الثانية غادروا مع بعض. نعم، هيغادروا مع بعض، حيقعد يومين في الجزائر العاصمة، من ثم
حيغادر بطائرة إلى مدينة بيجاية، لأنه حسب اللوائح الكافي أنه إذا كانت المسافة أكثر من تقريبا من 100 كيلو 90 أو 100 كيلو على ما أظن تستغل الطائرة. نعم، طائرة بتكون ملزمة للفريق المستضيف أنه يوفر طائرة للفريق الضيف. نعم، تم بعد بكره يعني حيقعد يومين حيتمرن تمرينين وحيسافر عشان يوم 8 عشان يؤدي المباراه يوم 9 طبعا المباراه يوم 9 في ملعب بجايه المباراه الاولى امام شبيبه القبائل الجزائر. طبعا المباراه صعبه جدا لاسباب، السبب الاول انه المريخ يعني في ظروف صعبه اللي هي في مشاكل فنيه طبعا ابراهيم جهاز فني جديد يعني يمكن ما استمر مع المريخ، هو صحيح من المريخ لكن في انسجام في فتره يعني اشرف على المريخ في 7 مباريات، المباريات ما كانت كانت ظروف معروفه للجميع. المساله الثانيه انه المريخ يعني بيدي عدد كبير من اللاعبين يعني وابرزهم اللاعب محمد عبد الرحمن ايضا غادر مع البعثة ولكن هو طبعا ليس في كامل الجاهزية. سيفتير ايضا سافر مع البعثة ولكن طبعا كان هو بعيد جدا من الاعداد يعني صحيح. سافر مع الدفعة الثانية يمكن حيغادر نعم اليوم مع الدفعة الثانية ولكن طبعا مجلس الإدارة بيقول انه هو سافر بطلب من الجهاز الفني لغد ابراهيم غد ما يشارك ولكن في النهاية المدير الفني طلب انه غد يشارك في جزء اخير من المباراة وغد لا يشارك ولكن هو في النهايه حيغادر وطبعا موقوف بامر من صحيح الاحداث يعني الاحداث نعم الاخيره لكن بشكل عام اعداد المريخ صراحه خلينا نقول ما مطمن يعني حتى ابراهيم ذكر الكلام ده وهو طبعا كان في ربكه شديده احنا برضه يعني ندي مجلس الاداره حقه طبعا اجتهد في توفير التذاكر وفي حديث عن انه سوداكال ايضا تكفل بجزء كبير من المبلغ على الرغم انه في حديث ايضا داير حوله دعم المجلس العسكري للفرق المشاركه افريقيا بما فيها المريخ. والمعلومات هذه غير مؤكده يعني انه هل تم دعم المريخ يعني في حديث يعني انه نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان حميدتي تبرع بتذاكر السفر للجزائر ولكن هذا حديث غير مؤكد. انا المعلومات اللي عندي مؤكده انه مجلس الاداره قام بهذه التكاليف وسوداكال كان عنده يمكن المعسكر حسب ما $1000 يعني سفر المريخ هو 6 ايام في الجزائر كلف مجلس الاداره اكثر من $50,000 باعتبار انه التذاكر كلفت 35 طبعا التذاكر غالي جدا. يمكن يعني احداث في الجزائر احداث سياسيه يعني مربكة، هل تم الاخذ بعين الاعتبار يعني ومحاوله تامين الفريق بشكل تام؟ لانه كلنا على علم انه الجزائر بتمر بازمه سياسيه كبيره. طبعا في ازمه سياسيه ولكن الناحيه الامنيه يمكن حسب المعلومات هي مرتبه بصوره كبيره يعني مجلس الاداره اوفد عضو المجلس علي اسد قبل فتره وهو في تواصل مع البعثة وحيستقبل البعثة وامن الموقف للبعثة المريخيه يعني استقبلت الموفد وقامت بكل الترتيبات الامنيه وكل يعني ترتب لمساله انه عمليه الدخول للجزائر تكون سهله جدا وغير يعني مريحه باعتبار انه اللاعبين يصلوا الساعه 3 بعد ذاك يمشوا الى الفندق. مساله كان في حديث حول مساله المعامله بالمثل يعني في بعض الانديه بتتفق على هذا المبدا انه يتم حجز الفندق والتكاليف رئاسة الفريق للسودان يكون نفس التعامل ولكن إدارة النادي الجزائري رفضت التعامل بالمثل وطلبت من المريخ أنه يتحمل كل النفقات. هي وفرت بص داخلي للحركة وأيضا عربة خاصة للبعثة ووفرت كل النواحي الأمنية مسألة الحراسة ومسألة يعني كل الأمور الأمنية مرتبة من حيث يعني بالنسبة للنادي المريخ. يبقى الامر متعلق باعداد الفريق طبعا زي ما قلنا مو مطمئن لكن في النهايه شيء خير من لا شيء يعني. نعم.
ما كان في خيار متاح غير انه المريخ يؤدي مباريات اعداديه مباراتين او ثلاثه في الداخل ثم يغادر الى الجزائر. احنا شاكرين لك كثير جدا استاذ عوض العبيد، بنكتفي بهذا القدر اليوم لاخبار الرياضه لانه الزمن شويه ضيق، وشاكرين لك كثير جدا للمساحه التحليليه، ونقول لكم سنه طيبه. سنه طيبين جزيلا. لقيك بعد العيد ان شاء الله بعد العيد.